الله ينور. طيب 4 3 2 1 قشطه، يلا بينا. ممكن نلعب كروت تيم اوف ذا يير. عايزين جول، عايزين جول كيبر بشكل او باخر. عندنا جالنا كيبر كيتش. اوه ميسي 95. طب هو ليه مش مديه ميسي 99 يا جد يعني؟ ماشي. لا اوه يا نهار اسود ومنيل. اليسون انفورم، روبرتسون انفورم، فان دايك انفورم. عنده طاقم ليفربول ورا، وشفته قدام رونالدو. يا لهوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يبدا المباراه بمستر نيش بيجري بهازارد، والواد شكله كده من النوع اللي بيدافع رخم، وشكله واد لعيب بصراحه. وندي واحد الزرو باز كده ما اي كلام خالص. اه ده بيرقص بديفيد لويس. اقفش هو ده الكلام. 1-0 يا جماعه. كره ترجع من العارضه ترتد لميرالين بيانيتش جايبها في الجول. انا مكابتن سني يعني لحد دلوقتي مثلا جايب 20 بونت بس، فيعني الموضوع. اوه ميسي 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 يا ابني، شوف بقى يا ابني. طب طبعا اوه بوم يا راجل. لا 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 ما ضيعتش الكره دي. لا انا فاهم ما ضيعتش كره زي دي. اللهم صل بينا على النبي، اللهم صل بينا على النبي. يعني موقفين اجويرو ليه على القريبه؟ انا مش فاهم. يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا 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 يلا. اوه ايه الحلاوه دي؟ ميسي ميسي هش. هو يا جماعه، هو يا جماعه الفتى الارجنتيني يا جماعه، اقسم بالله. انا حاليا بمشي الكوره مع زمايلي اصدقائي في الفرقه، واخدين بال حضراتكم، بنلعب بوزيشن بلاي يعني استحواذ على الكوره بشكل عالي جدا زي ما حضراتكم شايفين طبعا. واللعيبه بتفتح والدنيا جميله، وانا داخل ارفع الكوره والواد ساب لي الجون ومشي، بس عادي هرجع تاني عشان ليه ادي له الكوره؟ انا مبسوط والكوره معايا، وعيني الواد تلاقيه بيشد في شعره. والماتش خلص وكسبت ماتش يا جماعه. اللهم صل بينا على النبي. عندنا دخيه تيم اوف ذا يير، لوكاس ديني انفورم، فان دايك، الواد الليجند ده انا عارفه مش فاكره بصراحه، الواد اللي على اليمين ده برضه انا فاكره بس مش عارفه برضه. يا جماعه اكل محشي على الستريم وتتفضلوا معايا. اه والله معايا محشي مشكل جميل جدا، بس يعني انا لو دخلت الاوضه دي اساسا يعني الاوضه بتبقى محتاجه تتعقم مثلا. اوه الواد غلط، الواد غلط، الواد عبيط، الواد عبيط، الواد عبيط يا جماعه. وجبت اول جول. ايوه اجويرو يا جماعه، هو ده اللعبه والله العظيم، ان انت تستغل اخطاء الخصم المتخلف اللي انت بتلعبه. 1-0 يا جماعه. مستر نيش يتقدم في تاني مباراه لي، والواد بيلعب بكورك في نص الملعب. انا مش عارف ده بيعمل ايه بصراحه، وانا غلطت بنفس الغلطات الغبيه اللي انا استغلتها من شويه، بس قشطه. كوليبالي معاك كوره. اوكي انا مش بلعب في ملعبي. انا برضه بقول مال الجماهير سخنانه كده. يا ابن اللعيبه، ما مش بعد كل ده ماسكرانو اللي هيجيب جون بصراحه. لا طيب دلوقتي هيحصل حاجات وحشه. يعني ما ايه الاوفر اللي الواد عامله ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو عمل كده ليه؟ لا ما يعني ما هو مش عنده هو فان دايك ما يفوتش ولا هيد، وعندي انا ما يجيبش ولا هيد. مش كده برضه يعني. ايه يا ابني انت بتعمل ايه؟ تهبل.